خليني اتفاهم مع الفلات اللي هنا. يلا خلنا نسكر الباب عليك. سكر ايوه سكر. لا لا تبي تجي ولا بسكر؟ معاكم عاون الشيخ شخصيا. تفضل تفضل. جو كلام اليوم. خلاص 24 ساعة عشان يقومون 5000 زي اللهب. 5500. 500 زي اللهب. يلا حبيبي يلا يلا. اسمع. تفضل يا ابوي انت لبيت تفضل. لبك ابوي. حق حق حق. والله بقول لك حق. اسمع ناصر معلك يعني هو زق تهور بس في واحد غريب عليه شيء ابو نياف طلع بلا طلع شوف. لا ابو نياف لا اسمع محمد البيه ابو نياف اوه ولا خلاص يستاهل خلاص شيخ انا ما سويت طيب ما سويت انا شفت كيف اظهر اظهر طيب اسمع واحد اسمع ان كان ردولك ان كان ردولك انا داخل ورب امك حمد عيده ورب الكعبه ما ندخل ادخل ادخل انا عنه كيف هاجي والله ما اخليك والله ما خليك يا قمح ليه مات كيف حالك كيف حالك خلاص بمشي 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 يا الله وجهك في وجهي ادخل في وجهك يا فكه يا الله وجهك انت ابوك خويا انت جاي الله وجهك ما كبيت الشيخ هات الله وجهك سلم الطاوله خذ الطاوله زبط يا الله وجهك ما كبيت الشيخ زبط زبط معك يا شيخ ارجع شيخ شيخ ارجع 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 تعلق فوق هناك هناك ها هنا فوق الحافه ذي معك يا شيخ يا ولد يبا ايش سويت لي عيني نفسي مره تزين ومره تغير اللمبات لا ايش انا ارقد هذا سيدي واحد اطلع اطلع محمد سعيد يا ولد تلاقي الله تحت معبره عدلتها ما تعلم الفقرات يا نعجه رح برا ايش اللي هنا ما يخصك في احد هناك تعال يا ابو الشام ما يخصك ساعد ورب الايات لما ترجع عد نجي ضربه واحد اثنين اثنين انا سمك انا سمك انا سمك انا سمك يا طلع عجيب كاف لمع ابو سعيد ابو جيم من الرصيد دمر القريه دمر البلد ابو جيم ابو جيم ابو جيم ولا شيء خلاص انا شكله انا الشيخ من هم انا يرجعك مين يرجعك ارجع الضبان مو بوادم معك الشيخ شخصيا لو سمحت برا بالطيب بالرضا بالغصب برا بندر بندر اجاك شيء اجاك شيء صوت محط شكرا لا على الله شكرا يا صقر رح عليك يا ابو سعيد شكرا والله عليك يا ابو سعيد معك الشيخ شخصيا محمد يا محمد عليك عليك حد الله عليك حد الله انت معك الشيخ قم قم الشيخ شخصيا قم 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 خليك ذيب ايش دخل انا مخصوم علي 5000 اسمع معلم عليه وزعلان وقف هنا على الزاويه ذي على الحافه ذي وقف على الحافه ذي قم وقف على الحافه ذي قمت اوك الله شيخكم شيخكم مسجون تعال تعال شكل الباب نبغى نخاشك لا تخاشني شكل الباب بعدين خاش الشيخ والله هم فيها اسقاطه ايه ايه شيخكم مطاطه رعم ابو نوادر شيخ اسمك شيخ احسن بس بس
يا العقيد يا هذا محله هالسجن هذا ومعاونه ما يسالونه الشيخ ورب المصحف ما ورب المصحف تضرب ورب المصحف تضرب لك في السجن يا ابو شعيب والله ارجع معك الشيخ ارجع يا مسلم الله واحد 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 لازم تجي يا ابو لاني اخصف ارجع خلاص ان شاء الله ندخل السجن هلا اسمع كلمه شكر ديش دقيقة بس كلمة شوف الحين دولي يمشون هنا يمشون على تهدي إيه سبحان اللي رجل نحلهم هلوش محمد البهري معك الشيخ شخصية والله دفو والله زمان ما دفو ما كنت أسويها زمان أنا زمان آياتك صدق ما هم مسح لا تتنم أنا عند البابا شكل باب دور دور نوصل نوصل شكل باب نوصل شكل باب نوصل يا كوب الهدرة شكل الباب خلاص شكل ما يحب تسير الشيخ ها بعدين عقيد وجهك حلو ويا زينك يا شيخ عيمن يا عقيد عديلك يا عقيد طلع متسنن اليوم بتسنى ما شاء الله بعدين عقيد وشخصيه تبك نار مقبول طيبه مقبول المقبول اخوياكم هذه السكاطه حقتكم اللي ما تحبون تقول المقبول صح لا لا علمت لا والله من قال هذا المشخل قال المشخل ما ادري معك الشيخ شخصيه خلاص يا رجال خلاص باي حق تحتاج لنا شيء ليش تروح معه ليه تسوي فلان فك انا الشيخ فكك المسجين لا تعطي رجال ظهرك اللي وراك من هو انا بعطيك العلوم كلها من هو هذا ايه انا بعطيك العلوم دق خشمه كل هذا لا لا حق الاوله من الاولات انت مقدي ما سويت شيء جدا عارف اقدر مقدي وش في وش مقدي في وش انا يضربنا وحك ما انا ما اضرب انا اللي قل الحياه صح ويسوي فله ايوه لبيك كيف تجرد شويتها؟ ما قلب سبعت انت ما قلب؟ ما قلب بس ما قلب امزح انا عشان ما قلبك هذا خاشم تعال بس لك زرعة يلا سوي زرعة مساج مساج دقيقة خلني اجيب ابرة لا تجيب ابرة ابرة تلقى راسي لا ابرة معك الشيخ شخصية راسي مسدد ابرة يا اخوي عطني مؤهلات الشيخ يلا صدق كيف شيخ اني اطلع مع الباب هاي لا تطلع فاضربك في غرفة كنية بكرة وانت تنظر تبكي حبيبي وش المخلاق تمام اللي مط الشعر هذا امس كلك تصير مره اي والله بالله يا شباب لا انا علي انا عطني مؤهل عطني مؤهلاتي علي يا عقيل اني فكاك المساجين ايوه فك يلا فك فك عمرك ذا الحين اضرب لا اطلع اضرب لا اطلع اضرب اذا فيك خير تطلع تضرب تضرب الى بكره بكره معليه معليه راسي مشدد تطلعون يا ولد طينا طينا شامبو يا شيخ ولد بالله يا حسن اسكت تطلعون اسكت تطلعون ها ايه؟ تطلعون ايوه اي زي فكيت الباب تطلعون ايه شكل الباب ما حد قد قوى شكل الباب محمد الشيخ شخصيه يا حبيبي صح صل على النبي خلاص بدون عطنا مؤهلات الشيخ مؤهلات الشيخه اني اقدر الان ايوه اقدر اخليك بس تجي لحالك اقدر الان اسولف ما يبغى يسوالف الناس مجبور يا صاحبي مجبور دور على وش اسوي مجبور يا صاحبي مجبور قايل هواني تراعينا يا حسن والله لا جيك مو بنا لخليك تبكي الى بكره يا والله لا خليك تبكي لا بكره وخمس آلاف زي الله اجلس ايوه الكعبة امشي تعالوا امشي تسقط امشي اجلس اذا قال عقيد ماجد تسقط عيال اصبر رد اصبر يقول يا محمد سعيد محمد الله محمد سعيد قوي ثاني مره تسويها ليش يا محمد ليش ليش تسويها ليش يعني عيالي بيشوفوني وانا ضعيف شخصيه معك الشيخ ليش هذا بالمهاجم تسابق انت اديتني تعال يا رجل خليك محلك انت لا حر ولا ايش خليك لا والله حظي منك محمد انا اقولها وانا صادق لا تسحب العصا عيالي يشوفوني في التلفزيون عليك انت متسابق يا غالي ايش في الشيخ ايش شيخ في الحياه يا ولد عاد طيب صلوا على النبي انا صادقكم الشيخ
عندي موعد وكذا بس صادق يا رب المرسى والله طيبه دخول السجن هاي خدمه مو من هاي انت ليش شو هذا ايش ممكن الوكي اصبر مسوي انا متعافي ما درى في فهري حلو حلو علمني قول إياه هل أنت تقدر؟ أنا هل أنت تقدر؟ يا شيخ تقدر؟ أنا نحاول كلوت تعال قدام يدك نحاول معلم ساك الله بالخير يبقى اسم دقيقة فك عليك يا شيخ خلص سوي أنت قدر يا شيخ حياك الله ترى ربي اللي هنا أشغلهم أشغلهم ربي يمونون 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 أبو شوف صل على النبي ارجع شوف عقيد ارجع خليك عقيد أنت حر يا شيخ كلكم اجلسوا إلى الشيخ اسمع ول عليك ول عليك أنت محمد عقيد عقيد حسن لا لا عادي 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 عاد تحصل يا حسن مرتب تفضل عوالي يتابع يا رجع عوالي عوالي خلني بس هيبة عليكم روح والله ما في دقيقة والله ما في تكفى الشيخ ما خلى له شيء اسمع بعد أنا الشيخ اقول لك شنو هيب على راسي عقيد سبعة انشالله تضربني وش العز عقيد انت ما تسوي دقيقة ما غلب طيب اسمع ها اذا طبق ان الشيخ صح تنتقل للشيخ غصبا عنك لا 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 الشيخ شيخ من اللي بياخذ الشيخ انا اخذ وبكان اخذها بي من عين حيد الان هي مشي خبر يا بنات هي سلام سلام عليكم معك الشيخ تاخذ الوش بي من عين اجبر يا صاحبي ما اجبر اجبر يا صاحبي ما اجبر يا اخي ما تطبع يا شيخ صل على النبي يا شيخ صل على النبي يا رجال ما قد كمل تطعيم ما تاخذ الشيء حلو قول لا دقيقه قول لا اله الا الله شيخنا على شيخ دقيقه ارجع محلك الله يهديك طيب يا ابن الحلال معك الشيخ شخصيا هذا ما يضرب شوي شوي يا رجال اشهدوا عطنا العصا يا امه يا غالي يا اسلاميه يا العالم يا الجمهور انا مطبخ يا امه يا ابوي ما هو مشانك مشان صحتك محمد يا رجال قلت لك عوالي طالعوا يا رجال عوالك ما قد جاوب يا رجال الله يهديك ما اقدر هدرتك وهو بعد عواله يتابع طلع ولا يتابعون ايش ايش والله صح ايش يقولون ايش يقولون ابو زيد في عشاء في قهوه والله سري لا في عشاء حرك مني كلاس في الكلو ونمر يا بسم الله يقول مني كلاس كلاس اليوم احنا اليوم رايح تجي كلاس ايه لون رصاصي ايوه احسن مكالمه من الشيخ احسن ابو سلطان احسن ابو سلطان ايوه بدر خاتم يقول طلع الشيخ ايوه بس صار ايه ايه تجي عمهم طيب شكل الطاقة عادي شكل الطاقة ابدا انا ما اقول لك شكل كيف صار اسم ذا الحين؟ خلك وقف وين؟ هنا وقف يا محمد يا اسمي وقف انا كتبت قصيدة بس وقف. ما اقصد شيء اسمع محمد يا محمد لا تفتح الطاقة تضرب انت هو رب المصحف لو تقول قادح انت وقف في وجهي ما تهشر ابشر وقف ابشر اثبت نفسك قول اي قول لي انا قادح قول ايش خلنا نشوف مساعد لا 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 محمد سعيد محمد سعيد حياتي مساعد والله دقيقه صلوا على النبي والله انا اليوم الاسبوع اللي راح بطلت اضرب طيب اسمع بطلت اضرب طيب صل على النبي اليوم اذا انت رجل تقول انك رجل قدر السلام عليكم ريح ما احنا نبغى مشاكل حبيبي لبيك لا عاد تقدح على خشم
رد العصا رد العصا رد العصا الشيخ يا رب الكعبة لما ترجع الشيخ شخصيا الشيخ شخصيا شخصيا الشيخ اوه لا 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 بعد الشيخ شخصيا الله وش حالك ابو بهني صيام ربيني ورا ابو بهني شكل الباب شكل الباب خلاص يا شيخ شكل الباب بعد يفتح الباب يا حسن انتظر رد العصا وين العصا ما ادري وين رد العصا والله ما ادري اللي شال العصا يردها اللي شال العصا يردها دور العصا ابو سعيد هكذا بدا الباقي اللي نجي العصا او رب المصحف مو بنا رد العصا من البخاري رد العصا افتح افتح النور افتح النور افتح النور دق دق خلاص يا ابوي خلص حصتك ايش عندي افتح معك يا شيخ شخصيه حاجه ارجعك لي ارجع اديتوني اشغلتوني الله يشغلكم لبيه تفضل طبعا ادخل معك خلاص ابى تلمخ لمخهم اي والله لا لك نفس تلمخهم ادخل تفضل يا شيخ واحد واحد لا رجال يمدي خل هذا يلمخكم يستانس مو واحد تعال خلي الثاني يقدر يجي واحد واحد اختار واحد واحد يا اخي ارحب ارحب يا ابو عبي طلع هذه الاقباء خلي منها صفق يلا ارحب يا ابو سعيد ابو عبد الله ارحب يا ابو عبد الله ارحب ارحب يحب راسي ابو عبد الله الله اكبر عليك ايوه الان فقرت لمخني ما العيال لمخني الله يشفيك يا شيخ ردي معاون الشيخ الله لا يعين اشتري يا شيخ الله عقد الله يرفع عقد الشيخ موجود يا عيني الركب تعبقت والدنيا راحت عندي يا الله ما يخربك شيء انت امشي 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 منتج وله اسمه وقامته الإعلامية عاد عاد شوف شوف عاد انت بتقوانا بيدك ولكن لا طلع ايه اجلس وخلي العقيد الحال اجلس يا رجال اجلس معك الشيخ ورب الكعبة ماني بالعاني ورب عايد ناوي عايد ناوي لهم يا عايد عايد ناوي لهم والله خلاص خلاص ما عاد فينا من كشار والدم مستشفى انا بروح ارقد خلاص عاد خلاص عاد راحت قفل الباب له انت والنور يا ابو سعيد ها شاش والله يقول كذا هاي الحبيبي خلاص عايز استريح حبيبي شكلك جوعان بياكلنا يعني والله ايش امس شوش عليكم صح اي راح هذا تفضل خلاص تفضل ايوه شخصين كلمته صح يلا كلمته استاذنكم استاذنكم والله انت استاذنكم انت ايش جابك انت انا بعرف ايش جابك ايش جابك؟ ما ادري دخلت بالغلط هنا انصمت انا والله انك تتكلم من منو اسمك؟ ابو فهمين دقيقة ابار لا عاد اشوفك طيب اروح معه لا عاد اشوفك حرك انت السجن ايش؟ وهي قرقرة ايش تود؟ تعال تعال ابو فهمين تعال والله ما اكثر هدرة تعال والله بيزعل بس هنا اطرم فهمين اطرم يضرب تضربونها انتم انا دوبي لبست المايك مرحبا يا ابو بتوفيق الله ارحب يا ابو فهمين الله حي الله يسلم ادخل والله نفسك من هدره الزعل حبيبي لا ادخل كمل دقيقه انت تبغى تصفون حساباتكم معه دقيقه دقيقه يا ابن الناس يا ابن الناس دقيقه يا اخي بلديه ادخل جيب الاشياء جيب الرجال شو الفقره ما هي مرتبه لو شمن غشوا واحد واحد يا شيخ هنا الشيخ وهنا ملوم من غش عاون الشيخ طلع عثمان ابو سندك هذه مضاربات جماعيه هذه ايش اسمي هذه اخوي اوكي شيخ دقيقه دقيقه ايوه ايوه ساعتي لو سمحت هدرت وقتها الله يكفيني شرك ايش عندكم هنا هذا انت ايش ابو سعيد يا اخي بلدي الرجال يدور على زيمه لا 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 يدور على زيمه دخوله هنا يدور على مشاكل برا برا لا التفت لك برا فك الباب ايش فك الباب فك الباب انت وطلع انت السجان فك الباب وطلع اوه فك الباب خل الهياط على راسك خليكم بالهياط فك الباب فك الباب ما غرك ما غرك مو خالف تعرف فك الباب
ما غرك رح. اوه رجال نفاق. اطيب من شارب كل انا استاذي. اوه اطيب من شارب كل. اوه ما عندك ريله انت؟ لا ما عندي. انت ما عندك ريله. شوف ميت حقه ما عندك ريله. ظلوم غشوم ظلوم حلوب رجال ظلوم. ايوه ظلوم. عندي دواء. يلا عندي دواء. ظلوم جهول يا ضفيع. والله انك ظلمت نفسك. والله ولا بد لك من يوم. مصور لي من بيت ورجير. عايض الله يحفظك. جعل ربي معك لا انت. ايه ايه اضرب بالكعبه ما تسمع. ايه كم سجاده لا انت. يا اخي مرت يا عقل. والله ما يبخشون ما قفل. بطوني هنا. مخدم منهم. مره مره. ما قفل يوم يتحق. ادرى ادرى شكا ادرى. تدري اسبوع عنا خلاص تدري اسبوع عنا زين الشمعة شمعة طيبة الله ما اكثر هدرته يا رجال ايش حلو 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 اذانا صح والله اذانا اشغلنا اشغلنا الله يشهد الله يشهد الله يشهد يا ابو فهد شكل راحت عصاي حقت وانا محمد والله ودينا في قع راسه كفو يا حسن كفو كفو يا حسن كفو كفو يا حسن كفو وتكون محضن صفقه بس هدرتها وايد صح يلا 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 الله يحفظك راحت عصا رحت بشرب العب عشان دار عصا انت العوض يا ابو سعيد روح المور زينه العوض ولا عاد خبر منهم شيء يلا لا انت يا حسن لا انت يا حسن لا انت يا حسن لا 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 الو حياك اي والله انت ابو فيلي اي قهوه وشاهي والله انت تاكيني طول عمرك تاكي يا شيخ عازمني يا ابو عدي ابو فيلي والله يسعد يمشينا على الجي كلاس انا في ترك الاول ايوه تعال تعال يسلم تعال ماك شيخ تعال اقعد معاون قم يا معاون معلش الشيخ هجت كي تصويت اطفال ولا ايش؟ ها؟ الشيخ هجت كي تغطى على الجمهور؟ ما غلط على الجمهور انت تبي تبيع الاثنين؟ تبيع انت اللي جبتها نفسك انت والجمهور اصلا اوه جمهورك اصلا مش تبغى ولا عليك اذا هم ايه تقول لهم محازم خليهم يطلعونك تصويت يلا يطلعوا لي تصويت كم تبع كم تبع بس حدد كم حدد اللي تبع حدد 1500 تويت في كم دقيقه في ربع ساعه تم في 20 دقيقه تعال خلنا نسوي كان زادت لي الشغل حق التصويت اليوم كم كم والله ما زادت لي الشغل ورب الكعبه اني انبسطت مع مدح لي انا يعني احنا معنا محازم هذا بس احنا مع هنا هنا خل هنا خل يطول السجن خل العقد يجي سؤال جي كلاس خل شوف بدي المسكين شيء اللي معلقه هنا نظراته هد هد يا ارجع بديك تعال نحط فلتر تعال والله اللهم كان ذبا مغفر اللهم كان سكر حنا ولد حنا الحين في 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 محاولة ارضاء العقيد والله يا ابو فمي يا ابو فمي ولد ابو سعيد دقيقة يا ابو فمي هم عذر حنا الحين نحاول نطلع يا ابو فمي لا تخرب الطبخة العذر من الله يهمك يا ابو سعيد خلاص معذور عندي يا رجل معذور قولوا له معذور قولوا له معذور والله يا طالب من الإدارة ها يعطونا هالجائزة ويروح انا اعطيه جائزة كم قيمه الجائزه كم والله كم والله كم قيمه الجائزه كم قول تنقص انا هبله 50 ويطلع والله انا اعطيه ما اقرا ما يشلها والله انا معطي الجو القديم يا رجال الله يا رجال رجال ما شاء الله روح تعال كذا 50 تويت ها لا 2000 تويت 1005 1005 تويت اتفقنا على 1005 1005 تويت نحفظها مجبور يا صاحبي مجبور عشان يعلمك انا القدحة على حسابك في تويتر لا الحساب زد هاشتاج زد رصيدك هاشتاج زد رصيدك يا رجل هاشتاج زد رصيدك هاشتاج زد رصيدك يا المحازم كم لايك كم تويت تويت 2000 يا ولد 2000 تويت 2000 تويت في 20 دقيقة ربع ساعة 20 دقيقة وباكتب القرار الوقت اللي انت حاطه هذا خاصية ننتظر 20 دقيقة بس ونقرا خالصين يا ابو فيري خالصين زيد رصيدك شيخه ما جت عبد زيد رصيدك 52 صح؟ ها؟ 52 53 زيد رصيدك 52 صح؟ ما ادري روح تاكد لي ما معي جوال شوف هاشتاج ادخل على حسابي ولا تدخل
نواف حطه بالارشيف. بس اوصيك استاذ محمد. ايوه انا عقيل محمد تفضل. معك الشيخ شيخ معك معاون الشيخ. الشيخ كيف خذ راحتك فيه بس تكفى بندر والله العظيم انه يعز علي جدا. يا ابو سعيد يا ابو سعيد يا ابو سعيد يا ابو سعيد والله الشيخ انجرح ابو سعيد خاشمك بلاتون ليش يا اخي سلك لي يا اخي الشيخ الشيخ تكفل انا الحين نشوف التحدي عنده امور عند الليل عنده امور عند الليل جهزها اي والله مدوبر اليوم كله مدوبر اي اسبوع اللي عندك اليوم اسبوع ايش نواف سمعت ترى الشيخ نواف اسال الحمد لله قلت كيف اخذت الشيخ تصير اطفال تصير اطفال يغلط على الجمهور ما غلط على الجمهور اصدم الجمهور بيعني يا شباب يغلط على الجمهور على ثبت القرار بيديكم يا جمهور يا جمهور العزيز 1005 محمد 1005 يعطيني شاهي ولا اقول اعطيني جوالك نزل 1005 شاهي شاهي يا نواف ما لا 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 نواف تكفى شاهي فخار يا نواف حياك الله نواف تعالوا شاهي شاهي تكفى شاهي فخار نواف شايش؟ يا اسطيف اي خفيف خفيف يقول هي دا يقول خفيف معك من اليوم سم هذه لقيتها بعزبتهم هذا يا نواف تبيعني والله ما خلي عليك مجر صغير اسمع خليني اطلع نواف نبي شاهي تكفى لا نواف نبي شاهي سكروا ابدا خليكم واقفين لا اسمع كلمة غن بمشاعر لا غن لديك هي أذرلك يا مترف الروح قلب عيني قلبي يعشقني وقلبي تمناني والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده إني أحبكم الله يطول عمرك والله انا احبك اقسم بالله الله يرفع قدرك يطول لكن قلت الحياه دي ما تصلح ما احنا بقى انت الشيخ ايش شخصيا معاك الشيخ والمحمد معاون الشيخ شخصيا ابى اعرف انا كيف انا بتاكد الان هل الجمهور اعطاك اياها نعم تصويت نعم تصويت ام اطفال لا تصويت جمهور بايمان ام طالع عمرك فعلا ما انا بشوف اذا ما طلع إذا ما طلع 24 هل أنت تستنقص الجمهور؟ أنا يا حبايبي لا ونعم ونعم أنت ونعم أنت القبيلة عزيزة غالية علي الله يطول بعمرك عرفت كيف؟ إيه الجمهور على العين والرأس ومن قال عرفت إيش في خاطري أنت؟ تلفها أنت أنا ألفها عليك إيش أنا قايل لك من وقفنا؟ خلاص تقول ناظر لا لا ما تقول كذا ما تقول كذا الجمهور على العين والرأس لكن أنا ما عندي لا جمهور ولا عندي انا ما ماني متسابق مثلك ابز الجمهور ابزع انت ابزع تخاف عليه انا ما اقدر اسوي الجمهور انا ابتسم عشان رد قبت ها بس يا حبيبي اتصال بس مفضل الحمد لله يقول انا الجمهور الشيخ ايش يا الشيخ هذه بمشيها لك المره هذه بمشيها له على انه ما دار على انه رجع الى متى احنا ندمع اغن واسكت غنوا وسكت أغني, أغني وأنا ساكت يغنوا وأنا ساكت زد رصيدك زد رصيدك